واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية للجرائم التموينية، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط أكثر من 97 طن دقيق أبيض وبقوليات وأرز ومكرونة وزيت طعام تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والقليوبية. كما نجحت في ضبط قائد سيارة ومالك مخبز بلدي بالقليوبية لقيامهما بالاستيلاء على قرابة 67 طن دقيق بلدي مدعم والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وهو ما يعد استيلاء على الدعم المقرر لها، وضبط قرابة 85 طن أرز تمويني وأكثر من 90 ألف لتر زيت تمويني مخصص للبطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم. قام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بالاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء. الإدارة تمكنت من ضبط نحو 74 طن أعلاف حيوانية بالغربية والمنوفية والشرقية تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، وضبط 130 طن مواد بناء غير معلن عن أسعارها بحوزة مالك مستودع لتجارة مواد البناء بدمياط قام بتجميعها بقصد بيعها بالسوق السوداء، وضبط 5 أطنان أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط 380 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتمثل خطورة على صحة المواطنين حال طرحها للتداول بالأسواق خلال حملات شنتها الإدارة بالبحيرة والشرقية، وتمكنت من ضبط قرابة 16 طن ملح وزيت طعام وجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك معمل لمنتجات الألبان بالبحيرة ومسؤول مصنع بدون ترخيص للسلع الغذائية بالشرقية. الإدارة تمكنت من ضبط أكثر من 20 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها وكذا أسماك جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والفيوم وسوهاج، وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 42 طن سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الحلوى بدمياط، وضبط 23 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وتؤثر بالضرر على الثروة الزراعية بالفيوم والغربية والمنوفية، وضبط أكثر من 39 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض وغير صالحة للاستخدام بالشرقية والمنوفية.